اسمحوا لي أقدم أهم معالم موازنة 22. ستستمر الحكومة بالتزامها بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي ضرائب أو رسوم قائمة، ومما مكننا من هذا هو سياسة محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي. سنعزز مبدأ الاعتماد على الذات عبر رفع الإيرادات، تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، وهو من أهم المؤشرات لأي دولة على الاعتماد على الذات. كان في 2020 74%، سنقوم إن شاء الله برفعه في عام 22 إلى 88.5%. سنقوم برفع كبير جدا للإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة الاقتصاد ولتعزيز البنية التحتية، حيث سيكون هناك رفع بنسبة 43.6% عن للإنفاق الرأسمالي عن إعادة تقدير 2021. كما ستنخفض خدمة الدين العام في موازنة 2022. سنقوم في موازنة 2020، قمنا برصد مخصصات كاملة لبرنامج أولويات عمل الحكومة بقيمة 279 مليون دينار. سنستمر برصد المخصصات اللازمة لمحاربة جائحة الكورونا صحيا، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن والحفاظ على انفتاح الاقتصاد الأردني رغم الجائحة. سنستمر في إظهار بكل شفافية الواقع المالي على حقيقته، ويمكن من أهم مخرجات موازنة 21 هو قدرة وزارة المالية على التقدير بدقة الإيرادات والنفقات المتوقعة، مما يعزز الاستقرار المالي. وسيكون هناك مخصصات لتشغيل الشباب الأردني في موازنة 22، وقمنا برفع كبير في مخصصات جذب الاستثمار السياحي وتحسين التعافي للقطاع السياحي من آثار الجائحة، كما قمنا برفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية. اسمحوا لي أقدم لكم أبرز المؤشرات المتوقعة الاقتصادية في عام 22. نتوقع أن ينتهي عام 21 على نمو حقيقي نسبته 2%، ليرتفع إلى 2.7% في عام 22. التضخم نتوقع أن ينتهي هذا العام بتضخم 1.6%، ليرتفع إلى تضخم 2.5%. ونتوقع أن يكون النمو الإسمي في نهاية هذا العام 3.6% مقارنة ب 5.3% في عام 2022. اسمحوا لي أن أبدأ بالإيرادات العامة. من المتوقع كان أن تكون الإيرادات المحلية في موازنة 21 7.298 مليار، وتجاوزناها بفضل جهود كبيرة جدا حققوها الشباب والشابات في دائرة الضريبة العامة ودائرة الجمارك ودائرة الأراضي بجهود كبيرة جدا، كما قامت وزارة المالية بكوادرها في المركز بجهود كبيرة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية. ضريبة الدخل حققنا وتجاوزنا ما كان متوقع. ضريبة المبيعات أيضا حققنا وتجاوزنا ما كان متوقع. نتوقع أن يتحقق 355 مليون دينار إيرادات جمركية في عام 22. وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية حققنا 1.8 مليار في 21، ونتوقع أن ينمو هذا إلى 1.975 مليار في عام 22.